راه مادام قالت كلمه استحمار كتعنيك انت وكتعنيني انا وكتعني مجموعه من المواطنين، كتعني مجموعه من المؤسسات، كتعني مجموعه من الشخصيات، مجموعه من الاشخاص. يعني استحمار الشعب المغربي راه كتكلم، ماشي تكلمتي بصيغه ديال واحد الجماعه ولا واحد فئه معينه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، معكم عبد الرزاق الزبزافي الامين العام ديال المنظمه الوطنيه لحقوق الانسان والدفاع عن الحريات بالمغرب. كنشكروا جريده اخبارنا اللي استضفتنا في هذا اللقاء الصحفي، مرحبا بكم ومرحبا بكم معنا. الصراحه انه هذا اليوتيوبرز اللي مؤخرا ولا مثير للجدل، يعني ولينا كنشوفوا شي محتوى ديال التفاهه، وهذا الشيء هو اللي خلى مجموعه من المواطنين كيتفاعلوا مع هاد الناس، ولكن في الاخير كنتفاجئوا بانه مسمات ندى حسي يعني خرجات واحد التصريح انه قالت لك حنا راه كنا كنمثلوا المغاربه وكنستحمروهم. وهذه كلمه الاستحمار هي اللي خلات مجموعه من الفعاليات الجمعويه الحقوقيه كطرح واحد التساؤل، فلهذا المنظمة توصلت مجموعة من الرسائل، مجموعة من الشكايات بخصوص هذا الموضوع. السيد رئيس المكتب الإقليمي ديال العمالة المحمدية السيد دريس وغريس يعني طلب منا بأنه خصنا نديرو شي تدخل. حنا كنا درنا واحد البيان بسميت المنظمة مسبقا، واحد البيان السيد الكاري بخصوص هذه الكلمة ديال استحمار الشعب المغربي. السيد رئيس الإقليمي طلب منا واحد التفويض باش يدير واحد الشكاية في الموضوع. عطينا التفويض نهار 3 ماي 2021، وهذا التفويض اللي عطينا السيد رئيس المكتب الإقليمي. تمت مراسلة أو وضع شكاية بتاريخ 4 ماي 2021، شكاية للسيد المحترم رئيس النيابة العامة بالرباط. الشكاية هي هذه اللي توصلت بها رئاسة النيابة العامة، هذا هو الرقم ديال الشكاية. حنا دابا كنشوفوا حنا عندنا الثقة في القضاء، غادي نشوفوا المجرى ديال هذه الشكاية فين غادي نوصل، وحنا ما عندناش حتى شي خلفيات مع هذا المسمات ندى حسي، يعني هي مواطنة مغربية بحال جميع المواطنين المغاربة. ولكن حنا مؤخرا ولينا كنشوفوا هاد اليوتيوبرز اللي البعض منهم راه ولا كيسيء للدولة المغربية وكيسب يعني المقدسات، وكيسبوا كذلك الجهات المسؤولة في المملكة المغربية. حنا هاد المحتوى اللي كيكون تافه وناقص يعني حنا راه ما غاديش نصنطوا ليه وما غاديش نشوفوه، يعني ولا هذا التسول الإلكتروني بهذا المفهوم هذا، الناس ولاو كيدخلوا واحد مبالغ خياليه على فلوس على ظهر الشاب، ولكن باش تجي القضيه انه بنادم يبدا يستحمر في المواطنين، هذا هو اللي ما قبلناش حنايا. ربما انه القضاء المغربي راه عارف هو اشنو كيدير، الا طلبوا للمنظمه الاستماع راه غيلتحق السيد رئيس المكتب الاقليمي وضع الشكايه، الا طلبونا حنا كامانه عامه راه غادي نحضروا استمعوا لينا. يعني الموضوع راه باين وواضح بخصوص هذه الشكايه. هو الحقيقه انه ملي خرجت هي التصريح الاول ديال كنستحمر الشعب المغربي، يعني بقات لها واحد الفتره اللي ما كانت تنقض الموقف وتخرج بواحد التصريح اللي تعتذر به المغاربه، ولكن هي ما خرجتش بهذا التصريح الى حين انه تم الوضع ديال الشكايه. وخرج السيد رئيس المكتب الاقليمي بعماله المحمديه يعني بتصريح فيديو، يعني ذاك الفيديو انتشر على نطاق واسع، وصار هذا الفيديو عاد باش هي خرجت كتستعطف قلوب المغاربه وكتبكي وكتقول لك انا ما باغاش نمشي للحبس، انا كنت كنمثل عليكم والله ما عرفت هذيك الكلمه ديال كلمه استحمار. ولكن راه ما يمكنش انسان يعني يدير واحد بروجي كيدخل واحد المبالغ ماليه كيتعامل مع الناس، يعني عنده قناه في اليوتيوب كيتكلم وما غيعرفش هذه الكلمه ديال استحمار، يعني هذا راه استغفال الشعب المغربي. ونتمنى وحنا شوف القانون اش غيقول، حنا قلنا كما قلنا في التصريح السابق
بعض الجرائد الالكترونيه انه لا سامحوا المغاربه احنا مستعدين سامحوا، ولكن القانون دائما يكون فوق الجميع، النيابه العامه اللي عندها الصلاحيات باش تثبت في هذا الموضوع هذا، وهو مجموعه ديال الاشخاص اللي مثيرين للجدل اللي كيصوروا فلوس على ظهر الشعب. حنا ماشي ضد انسان يصور في الاساس ويخدم على راسه ويدير المشاريع ديالو ويحسن الوضعيه ديالو، ولكن في اطار واحد الحدود، يعني الاحترام ديال المواطنين، احترام كرامه المواطنين، احترام المؤسسات، احترام المقدسات. كنشوفوا انه مؤخرا بعض الاشخاص اللي كيديروا الاحسان العمومي توافقهم مشاكل وفي المحاكم والسبان بعضياتهم، وهذا الشيء راه ماشي في الصالح ديال هاد الناس هادو. الانسان اللي كيخدم يعني بمصداقيه ومعقول يعني راه كيوصل، والناس اللي كيكونوا كيديروا بحال هاد المسائل راه ضروري كيكون المصير ديالهم يا اما السجن يا اما شي عقوبات يا اما شي كوارث كتوقع عليهم. القضيه ما كايناش، حنا ما كنركبوش على الموجات، حنا عندنا الصفحه ديال المنظمه الوطنيه حقوق الانسان ودفاع الحريات بالمغرب واضحه جميع المراسلات ديالها، يعني حنا جميع مجمل القضايا تكلمنا عليهم، درنا شكايات، درنا بيانات، درنا مراسلات، يعني مجموعه ديال القضيه وخاصه القضيه الوطنيه، انه المنظمه الوطنيه منذ تاسيسها يعني في شهر 10 دارت اول وقفه احتجاجيه امام مقر بشوية الذروه على قبل الصحراء المغربيه. يعني من بين الاهداف ديالنا كاين الدفاع على المقدسات والمملكه المغربيه وكذلك على الوحده الترابيه. دافعنا على المقدسات ديال البلاد، انه ذوك الاستفزازات اللي كانت ديال جبهه البوليساريو، هضرنا على تحرير المعبر الحدودي للكركارات، يعني هضرنا على مجموعه من القضايا. يعني هذا الموضوع هذا جا يعني بانه في رد الاعتبار للمغاربه، يعني حنا ما كايناش هذا القاموس، هذه الكلمه ديال ركبوا على الموجه وما عندناش في القاموس ديالنا. راه المواطن ضروري، وراه مادام قالت كلمه استحمار كتعنيك انت وكتعنيني انا وكتعني مجموعه من المواطنين، كتعني مجموعه من المؤسسات، كتعني مجموعه من الشخصيات، مجموعه من الاشخاص. يعني استحمار الشعب المغربي راه كتكلم، ماشي تكلمتي بصيغه ديال واحد الجماعه ولا واحد الفئه معينه، يعني راه الشعب المغربي راه مملكه، راه ما يمكنش انه الا جينا نتعمقوا في هذه الكلمه راه انها راه ساءت لمجموعه من الاشخاص، وهذا هو اللي خلى انه المنظمه الوطنيه حقوق الانسان ودفاع الحريات انها دير هذه الشكايه هذه. حنا مزيان انسان، حنا الجمعيه الحقوقيه دائما خصها تكون كتآزر وكتناضل وتوقف يعني مع الضحايا ومع المواطنين، ولكن في اطار الحدود. حنا الانتقادات اللي بغينا تكون انتقادات بناءه، يعني جميع الاشخاص اللي غادي يسيئوا المنظمه ولا غادي يقولوا شي كلمات، يعني راه كل واحد غادي يتحمل المسؤوليه ديالو، باش نكونوا واضحين في هذا الباب، لانه حنا درنا واحد العمل اللي خصنا من واجب ديالنا نقوموا به، وهاد المنظمات هادو ولا هاد الهيئات حتى هما من واجب ديالهم يقوموا مجموعه من الاعمال. يعني راه ازروها مزيان، راه حنا مضامنين يعني مع جميع المواطنين اللي كيتمسوا في الكرامه ديالهم، اللي كيتمسوا يعني في الحريه ديالهم، وحنا الحريه العامه ديال المغرب راه حنا كندافعوا دائما على المظلومين، وهاد المنظمات هادو يعني بالاحرى يدافعوا على القضايا الكبرى والقضايا المهمه. مال هادشي ديال التفاهه حنا راه ما غاديش نمشيو في هاد الطرح هذا، حنا غادي نشوفوا المسطره فين غاده، وملي غادي توصل للمساله راه غادي يكون خير ان شاء الله. يعني حنا غادي نشوفوا، غادي تكون جلسات ولقاءات، ونشوفوا بعد النيابه العامه شنو القرار ديالها، الاستماع ديالها، المحضر فين غادي يمشي. وديك الساعه راه حنا كمواطنين وكمغاربه راه ما غنبغيوش الحبس لشي حد، ولكن الانسان خصو يعرف يعني ما عليه وما لهديه. الرساله ديالي للاخوان ديالنا المغاربه كاملين، خاصه هاد اليوتيوبر، يعني الانسان يخدم الله يسهل عليه يعرف، ولكن في اطار الحدود اللي خصها تكون معقوله، يعني احترموا الشعب المغربي، احترموا المحتوى ديالهم، ما يكونش تفاهه، تكون شي مواضيع اللي هادي فيستافدوا منها الوليدات. يعني انه دابا مؤخرا ولا كنشوفوا التاثير هاد الشيء ديال اليوتيوبرز والتاثير ديالهم على الوليدات. يعني حنا كان واحد الوقت كنا كنشوفوا انه شي برامج ولا شي افلام يعني ذو المستوى يعني كيخسروا او كيفسدوا
الاخلاق ديال الوليدات. دابا ولينا كنشوفوا اي طفل صغير شاد اليوتيوب يخدم ياخذ لباه التليفون كيبقى كيشوف نهار كامل وكيقلب وكيجبد حتى شي اسماء. يعني حنا كنبغوا نوصلوا لهم رساله باش ينضبطوا شويه في العمل ديالهم وتكون شي حاجه اللي في المستوى. ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.